إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني جدا أن أشارك معكم أول جيم بلاي خاص باللعبة الرسمية والأصلية التي تحمل اسم ببجي موبايل، لأني منذ حوالي ساعتين وصلني إشعار بأن النسخة تم طرحها رسميا. وكما تشاهدون يعني لم أشارك معكم الفيديو سابقا لأنه لم يكن لدي ترخيص على اللعبة، ولكن الحين بإمكانكم تحميل اللعبة والاستمتاع بها بشكل طبيعي جدا وكلتا النظامين، سواء لنظام الأندرويد أو نظام الآيفون. لكن فقط يجب بالنسبة لأصحاب يعني الأندرويد يجب أن يكون لديك حساب في موقع كيكي أو ويشات. لمن أراد التسجيل والحصول على حساب في موقع كيكي سوف أجعل لكم رابط المشاهدة أسفل هذا الفيديو لأني سبق وشرحته في إحدى الحلقات. إذن أيضا إخواني حتى أشرح لكم كل شيء، أولا يعني أردت فقط أن أريكم أن اللعبة بالفعل موجودة، وكما تشاهدون في الأسفل هذا هو اسمي أندرويد واسم القناة طبعا أندرويد 18، وسوف أختار الشخصية التي سوف ألعب بها، ثم سوف نمر مباشرة إلى كيفية التحميل وكل شيء بالتفصيل بحول الله. إذن أولا نختار الشخصية التي نود ألعب بها سواء كانت امرأة أو رجل، كما تشاهدون تختار أيضا لون البشرة، لون الشعر، شكل الشعر أيضا الذي تود وضعه للاعب الخاص بك. أيضا إخواني سأريكم في هذا الفيديو كيفية التعديل على الجودة، هو أول جيم بلاي كان لي، لذلك إخواني وجدت بعض الصعوبات في التحكم في اللاعب، لأنه كما أخبرتكم أني لعبت مود سكواد وتم القضاء علي، يعني لم أستمتع جيدا بهذه اللعبة، ولكن لا مشكلة سوف نقوم بجيم بلاي آخر. فقط أردت أن أشارك معكم اللعبة مباشرة لأني حصلت عليها الحين، ولهذا لم أشأ أن أطيل في نشر الفيديو يعني حتى تستفيدوا أنتم أيضا وتقوموا بتحميلها، ولمن لديهم أيضا قنوات حتى يقوموا بمراجعة اللعبة أيضا ومشاركتها على قنواتهم. إذا سوف نختار هذه الشخصية ثم ندخل، شاهدوا يعني تشتغل بشكل عادي وطبيعي جدا، شاهدوا معي. أولا إخواني هذه اللعبة كما أخبرتكم وهذه النسخة التي حاليا أنا أقوم بالجيم بلاي عليها هي النسخة الأولى، وسوف تشاهدون أني أقوم بتحميل النسخة الثانية حتى أيضا أشارك معكم النسخة الثانية، لأن هذه النسخة الأولى هو الاسم جودي سيرفايفل، هذا هو الاسم الخاص بكلتا النسختين، ولكن كما أخبرتكم أنه يوجد فيها نسختين، نسخة من طرف شركة تيمي ستوديو والنسخة الثانية هي من طرف شركة لايت سبيد ستوديو. سوف نأخذ هذه النقود، يعني اللعبة الجميع كان ينتظرها، وكما أخبرتكم الحين كما تشاهدون اسمي في الأعلى وهو اسم القناة مع الأيقونة أيضا أندرويد 18، يعني حتى تتأكدوا بأنها تشتغل بشكل عادي وطبيعي جدا. أولا أيضا يجب أن نعدل على الجودة التي لا يكون الإعدادات، ثم الخيار الثاني، ثم اختاروا نفس الإعدادات التي اخترتها أنا هكذا، ثم أوكي جيد أوكي. يجب خذوا سكرين شوت إلى هذا الإعدادات يعني وقوموا بالتعديل عليها، لأن هذه الإعدادات هي الخاصة بالجودة. الحين إخواني لم أعدل على إعدادات الحساسية، ولكن سوف أنشرها في فيديو لاحق بحول الله. إذا إخواني أولا يجب أن تدخلوا إلى تطبيق تاب تاب أو موقع تاب تاب الصيني، لأن الإشعار وصلني كما أخبرتكم أنا قمت بالطلب سلفا. هذه النسخة الثانية والنسخة الأولى كما تشاهدون، يعني كلتا النسختين تم ترخيصهما وتم طرحهما رسميا، شاهدوا معي هذه النسخة الثانية والنسخة الأولى. سوف ندخل أوكي، كما تشاهدون أنا كنت أحمل في اللعبة لذلك أردت أن أقوم بتصوير الفيديو يعني حتى يتأكد الجميع،
لأني أهتم أيضا لمصداقية القناة بشكل كبير. حجم اللعبة إخواني كما تشاهدون 669 ميجا بايت. تاريخ الطرح هو 9 من هذا الشهر، أي بمعنى اليوم. كما أخبرتكم أنا وصلني الإشعار منذ حوالي ساعتين، يعني في الجزائر كان التوقيت 7 صباحا، يعني توصلت بإشعار أن اللعبة يمكنني تحميلها. وهذا الإصدار الثاني، هذا الإصدار الثاني باي تيمي ستوديو، هذا من طرف شركة تيمي ستوديو. الحين هذا الإصدار إخواني النسخة الثانية لن أشاركها معكم حتى لا أطيل في هذا الفيديو، ولكن بعد انتهاء التحميل كما تشاهدون حجم اللعبة الثانية والنسخة الثانية هو 874 ميجا بايت، ونفس الطرح كان اليوم. أوكي، سوف ننتظر هذه النسخة إلى حين يتم التحميل، وسوف أقوم بجيم بلاي أيضا وأنشره يعني فردي، لن يكون في هذه الحلقة حتى أقوم بتجربتها يعني بشكل طبيعي. إذا شاهدوا يعني قبل الحين قبل 3 ساعات أنا وصلني هذا الإشعار بالنسبة لكلتا النسختين، وكما أخبرتكم الحين هذه النسخة أنا كنت يعني أقوم بالتثبيت وأعطاني مباشرة التحميل، عفوا، وأعطاني بعد نهاية التحميل مباشرة التثبيت. كما تشاهدون هنا يعني في يوم كنت قد سجلت بكلتا النسختين، حاليا فوليبول يعني هي متاحة للحين، والنسختين هما متاحان على المتجر، وأنا أقوم بالتحميل كما تشاهدون، يعني حتى لا شاهدوا معي. سوف نقوم بالتثبيت أيضا ثم أنستول، وسوف تثبت معنا اللعبة بشكل عادي وطبيعي. تابعوا معي. أوكي، يعني لم أود أن أشارك معكم الفيديو حتى تأكدت بأن اللعبة سوف تشتغل، لهذا يعني سجلت الفيديو السابق لكيفية التحميل ويعني وتركته حتى أقوم بجيم بلاي، يعني حتى أتأكد من أن اللعبة سوف تشتغل لكي أشاركه معكم، لأني كما أخبرتكم لو لم تكن تشتغل إخواني لن أشارك الفيديو معكم، لأني منذ أسبوع طرحت نسخة عنها يعني عن كيفية بأن اللعبة سوف تطرح وسوف تحمل، ولكن ما فاجأني يعني أنا منذ مدة كانت معلوماتي يعني تقول بأنه في تقريبا أواخر شهر أواخر هذا الشهر سوف تطرح، ولكن جيد قد تم التعديل على كل شيء والنسختين تم طرحهما رسميا. إذن يجب أن تحملهما وسوف تستمتعون بها بشكل كبير جدا. الحين إخواني سوف نمر إلى الجيم بلاي الخاص بهذه اللعبة. شاهدوا قمت بالدخول والتسجيل بموقع كيكي أيضا، ربطها فقط على موقع كيكي، والحين سوف ندخل بشكل عادي إلى اللعبة. المهم إخواني لن أطيل عليكم في هذا الشرح، سوف أقوم بمراجعة اللعبة بالتفصيل سواء كانت النسخة الأولى أو النسخة الثانية، لأني كما أخبرتكم يعني تدقيقا في هذه اللعبة توجد نسختين، نسخة من طرف شركة تيمي ستوديو والنسخة الثانية هي من طرف شركة لايت سبيد ستوديو أيضا. المهم إخواني إن أفادكم الشرح أو أعجبكم الفيديو لا تبخلوا عليه بالضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى تتوصلوا بكل جديد الفيديوهات. أيضا فضلا وليس أمرا أتمنى من صميم القلب يعني كل شخص يستفيد أن يشارك الفيديو، لأن هذا الشيء الذي سوف يسعدني بشكل كبير، وأشكركم جزيل الشكر على 9000 مشترك، وأتمنى دوما أن أكون يعني عند حسن ظنكم. حسن لست أدري من أين أتيت بهذا الاسم. المهم إخواني فرجة ممتعة واستمتعوا ومتعوا أصدقائكم أيضا بمشاركة هذا الفيديو. كما تشاهدون يعني اللعبة رسمية وليس فيها أي إشكال، ولكم أن تحكموا لأني أنا من يقوم باللعب وليس شخص آخر، وهي رسميا على الموبايل. المهم دمتم في رعاية الله وحفظه وفرجة ممتعة مع بقية الجيم. لن يكون بشكل طويل إخواني لأني كما أخبرتكم أردت فقط أن أؤكد لكم أن اللعبة سوف تشتغل، هذا كل ما في الأمر.
أما الآن ففرجة ممتعة، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة بحول الله، وسوف تكون على النسخة الثانية إن شاء الله.
الله.